السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بألف خير. شكرا تشجيعات، مرحبا بكم. اليوم نشارك معكم خميرة بلدية كنديرها في الخبز، كتجي رائعة وصحية، نتمنى تعجبكم. طريقتها سهلة، اللي ما كيعرفش يديرها بسم الله. عندنا الدقيق الكامل بنخرجو، عندنا الماء دافي، عندنا اللبن وشوية الملح، صافي بسم الله. ضروري ديرو بالدقيق الكامل، احسن من الاخر كيزوي. نديرو القياس اللي بغيتو، انا غندير القياس اللي بغيت وغنديرو في قرعه. القرعه خاصها تكون معقمه، صافي. نزيد غير هاد شويه، صافي. نديرو شويه الملح، كتجي زوينه في الخبز، صحيه، نتمنى تعجبكم. صافي كنديرو اللبن بسم الله، صافي كنخلطو الكل. نديرو الماء دافي بسم الله، صافي. غادي نخلطوها مزيان، نديروها في قرعه، كل مره ناخدو منها شويه ونرجعو نزيدو فيها شويه ديال الدقيق، شويه ديال الماء سخون، شويه ديال اللبن. فيما نبغيو نعجنو ناخدو شويه منها. صافي كنزيدو الماء سخون، ماشي سخون دافي، غير دافي، ميكونش سخون بزاف. صافي نخلطوها مزيان، كتجي في الحريرة، كديروها في الخبز فاش ما بغيتو، كتبقى صحية وزوينة. إلا درناها في الحريرة كتحمضها لينا، كتجي زوينة بنينة بزاف، وفي الخبز هي كتجي زوينة وصحية. صافي دابا واجدة لينا، صافي بحال هكا. صافي القرعه ديالنا معقمه، عقمناها. صافي كنخلوها في القرعه، نخليوها حتى لغدا، وكنلقاوها خمرات، كنديروها نص، كنلقاوها تبارك الله مرات لينا حتى لهنا. صافي كنبداو نخدمو بها بسم الله. صافي دابا عندنا واجدة، غادي نسدو عليها، نخلوها تتفاعل لينا، غاتخمر، غاتوصل لينا حتى لهنا. صافي غادي دير بويقات مع اللبن هو اللي غيخليها تخمر لينا دغيا. صافي غنسدوها ونخليوها. صافي خميرتنا وجدات، نتمنى تعجبكم هاد الطريقة، جربوها كتجي زوينة في الخبز، نتمنى تعجبكم. وكنعجنو بها بالصحة والراحة. شكرا، السلام عليكم.